من أنت؟ نافع بن حلال الجملي. أهلا وسهلا بك، لماذا أتيت إلى هنا يا أخي؟ أتينا لنشرب من الماء الذي قطعتموه عنا. اشرب اشرب يا أخي بالهناء والشفاء. وكيف سأشرب وأبا عبد الله وأولاده وأصحابه يعانون من العطش؟ فهل أشرب وهم يكاد يقتلهم الظمأ؟ هل يوجد أحد معه؟ نعم، إنه ليس لوحده، إنه عباس بن علي. عباس بن علي؟ عباس بن علي؟ عباس بن علي؟ نحن هنا لنقوم بمنع الماء عنكم، لا يمكنني أن ألبي طلبك هذا بأي شكل من الأشكال. طلبي؟ ولكنني لم أطلب منكم شيئا. خذوا الماء، املأوا القراط. لا تدعوهم يأخذون الماء، أوقفوهم.